البنات كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، كيف ما كتشوفوا معايا البنات اليوم ان شاء الله اختي غنوجدوا هاد الكويرات ديال او غراتا كيف ما كتشوفوا معايا، يعني ساهلين ماهين البنات، غير واحد جوج مكونات، غير البطاطا والبيشاميل. يعني كيف ما كتشوفوا معايا البطاطا اختي راه موجوده، كل ضره فيها بطاطا. وخليكم غراتا ديال البطاطا البنات بالبيشاميل، شي حاجه زوينه البنات، ساهل ماهل. بالنسبه للبنات راه كنسبق لي وحطيت لكم نفس الطريقه، ولكن كنتسها معكم باللحم المفروم، يعني واحد الكويرات باللحم المفروم. هنا القزبر ومعدنوس والثومه، هنا اختي التوابل، هذا الزيت البلديه، ناخذ اختي هذا الطاقه وصافي نعسوها على هذا الشكل. اختي كنعسوها اختي حيت بغينا حنا نكوروها اختي معوسه، سمحي لي بها هذه اللعيبه مزيان. ابراهيم خلينا نسجلو. المهم بغيت تشوفوا معايا اختي وكنزيد هذا الخليط هذا. لا انا اللي غندير، انا اللي غندير. شفتوا شويه اختي ديال الزيت التوابل اختي، الكركم والابزار سكنجبير ماما نا الكركم صافي اختي كديروا يديكم حيت خصكم اختي تدخلوا في هذيك العطريه. كي قلت لكم البنات الا بغيتوا داك الشكل الاخر اللي بالكفته، اللي بطاطا عامره بالكفته اللي كتجي فن البنات، راه عندي في القناه، يعني عندي بزاف الكبيدات ديال الشكل اللي بغيتوها تلقاوها. شوف اختي عجنيها اختي، عجني 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 حتى تخلط، شفتوا صافي اختي. ونبداو اختي كنديرو كويرات، شوفوا صافي. من بعد اختي ما كتخلطوا داكشي مزيان، شفتوا صافي اختي كديري واحد الكويرات، تقدري تعمريهم اختي بالفرماج من الداخل نتيا وعلى حسب داكشي اللي بغيتي. شوفوا انا كنعطيكم افكار يعني، وانتوما كديروا، ولا بغيتو تزيدوا شي حاجه كتزيدوها، كل واحد اختي وكيدير اللمسه ديالو. شفتوا في الاخر اختي غنبقى هاد داكشي. صافي اختي البشاميل البنات راه غتلقاو عندي في القناه على الطريقه الايطاليه، اذا بغيتو الاخرى العاديه حتى هي راه غادي تلقاوها عندي دايره في الغطام، اللي بغيتوها كاينه قلت لكم البنات كلشي موجود. ايوا صافي كبيداتي شوفوا معايا اختي. شوف اختي صافي الكبيدات، هنا اختي كناخذ البيشاميل، نقرب لكم اختي كناخذ هنا البيشاميل صافي، وكنبدا كندير فيه اختي البيشاميل، كتبقى على حسب الطوما صافي اختي. هنا هانتوما شوفي اختي انا راه كنبغي البيشاميل البنات عزيز عليا، كاين ما كيبغيش بزاف. صافي داكشي تمسحوه دابا، غادي تدخل غادي تدخل ديك الجنيبه تلقاو خاوين. زقا ماما زقا نو نو بنينه بصح. ايوا اختي هانتوما شوف بنا صافي، كي قلت لكم غادي تدخل في دوك الجنيبات اختي ما غاديش تبقى. صافي الكبيدات كتزيدوا فرماج الا بغيتو تزيدوه من الفوق، هنا انا ما زدتش صافي، داكشي اللي عندي كندير في الصلصه. ايوا صافي
شفتوا غادي تدخل قلت لكم غادي تدخل اختي غادي تدخل انتم صافي اختي صافي الكبيدات هنا اختي غادي نخرجهم الفرن ان شاء الله ونرجع نوريها لكم صافي الكبيدات هنا ساليتها اختي ندخلها الفران نخرجها ونرجع لكم تشوفي الشكل ديالها وكيفاش كتجي اختي البنات من بعد نخرجوا من الفران اختي هذا هو الشكل النهائي ديال الغاطان ديال البطاطا اختي تستاهل المال الاقتصادي ان شاء الله تجربوا غير الاعجاب ديالكم